النهارده ان شاء الله هنتكلم على حاجه اسمها لينير ترانسفورميشن. لينير ترانسفورميشن هي عباره عن فانكشن، بدي الرمز تي كده، بقول ان التي دي عباره عن، لو انا عندي فيكتور اسمه في بتحوله لي لفيكتور اسمه يو. طب يعني ايه الكلام ده؟ فلو انا عندي اهو، ده عباره عن فيكتور سبيس كبير كده اسمه الفي، والفيكتور سبيس ده فيه فيكتور هنا اسمه في، في سمول كده، بعمل له حاجه اسمها لينير ترانسفورميشن، بيتحول لفيكتور اسمه يو، والفيكتور اللي اسمه يو ده موجود جوه فيكتور سبيس تاني اسمه اليو كابيتال. طيب كويس قوي. فالفيكتور اللي هو في سمول ده بيبقى اسمه حاجه اسمها البري ايمج، والفيكتور يو ده عباره عن الايمج اللي للفي اندر الترانسفورميشن اللي هو التي ده. طيب كويس قوي. بالنسبة للفي ده بيبقى عبارة عن الدومين، الدومين ده هو عبارة عن الانبوت بتاع الفانكشن. طيب واليو ده، اليو ده هو عبارة عن ايه؟ انا عارف ان كل دومين فيه بقى قصاده رينج، فالجزء اللي هنا ده اللي بالاحمر ده هسميه الرينج. ايه الرينج ده؟ الرينج هو عبارة عن سب سبيس او جزء من اليو، تمام، بيبقى فيه كل الايمجز اللي بتطلع من الترانسفورميشن. طيب هتلاقي ان انت عندك الفيكتور سبيس اللي هو اليو كابيتال ده، ده عبارة عن حاجة اسمها الكودومين. الكودومين ده بيبقى فيه جواه جوه الكودومين بيبقى فيه جواه الجزء اللي هو الخاص بالرينج، اللي هو ايه، اللي فيه كل الايمجز اللي بتطلع من الترانسفورميشن. يبقى انا عندي حاجة اسمها البري ايمج اللي هو الفيكتور اللي بعمله ترانسفورميشن، بعمله ترانسفورميشن بيتحول لي فيكتور تاني بيبقى اسمه ايه، بيبقى اسمه الايمج اندر ترانسفورميشن. طيب والدومين، الدومين ده عباره عن الفيكتور سبيس اللي فيه البري ايمجز، والكودومين بيبقى عباره عن فيكتور سبيس اللي انا بروح له، وبيبقى فيه جزء اسمه الرينج. الرينج ده بيحتوي على كل البري ايمجز، على كل الايمجز اللي بتطلع من الترانسفورميشن. طيب تعال نشوف بقى ايه الخواص بتاعه اللينير ترانسفورميشن. طيب انت عندك اي ترانسفورميشن عشان تقدر تقول عليه ان هو لينير ترانسفورميشن لازم يحقق شرطين اساسيين. اول حاجه، لو انا عندي اتنين فيكتور كده، فيكتور في وفيكتور يو، وجيت عملت اللي حصل الجمع بتاعهم، عملت له ترانسفورميشن، فلازم يكون ان الريزلت بتاعت الكلام ده بتساوي الترانسفورميشن بتاع الفي لوحده زائد الترانسفورميشن اوف اليو لوحده. يعني كاني عملت ايه، عملت التوزيع للترانسفورميشن. طيب الشرط التاني، ان انا لو انا عندي ترانسفورميشن دي فيكتور يو مضروب في الاي، والاي دي عبارة عن كونستانت، فقال ان الريزلت بتاع الترانسفورميشن دي عبارة عن الاي، كأن الاي طلعتها بره كده، ايه مضروبة في الترانسفورميشن بتاع اليو لوحده. طيب دول كده الشرطين الاساسيين. ومن الشرط الاخير ده هتلاقي ان انت لو جيت حطيت ان الاي اللي هو الكونستانت ده بزيرو، يعني هتلاقي ان انت لو جيت قلت انا بعمل ترانسفورميشن لزيرو فيكتور، فهلاقي ان الترانسفورميشن بتاع الزيرو فيكتور ده يديني ايه، زيرو. يبقى خلي بالك، انا لو انا عندي ترانسفورميشن وبيقول لي الترانسفورميشن ده هل هو لينير ولا لا، فانا اول هتشيك هل الترانسفورميشن بتاع الزيرو يديني زيرو ولا لا. لو الشرط ده اتحقق يبقى بكمل بقية الشروط، لو الشرط ده ما اتحققش، في حالة لو انا عندي الترانسفورميشن بتاع الزيرو طلع ما بيساويش زيرو، يبقى في الحالة دي اكيد التي ده مستحيل يكون ايه، لينير، اكيد مش هيكون لينير. يبقى خلي بالك، الشرط بتاع ان التي في الزيرو بيساوي زيرو ده شرط اساسي في اللينير ترانسفورميشن، ولكن مش كفاية ان انا احكم هل هو لينير ترانسفورميشن ولا لا. يعني لو هو موجود اقدر اكمل بقية الشروط واتأكد، طب لو هو مش موجود من الاول يبقى خلاص مش هكمل، مش هبص لبقية الشروط، ويبقى كده الترانسفورميشن بتاعي ده ايه، نوت لينير. طيب دول كده الشرطين الاساسيين. فقال انا من الشرطين الاساسيين دول انا ممكن بطلع مجموعة من الخواص تانية خاصة باللينير ترانسفورميشن، وهي مثلا لو انا بعمل ترانسفورميشن لنيجاتيف فيكتور، ترانسفورميشن بتاع نيجاتيف اي فيكتور كأن هنا مضروب في نيجاتيف 1، فانا ممكن اطلع النيجاتيف بره، اللي هي اطلع الاي دي يعني بره اللي هي عباره عن نيجاتيف 1، اطلعها بره، يبقى ده عباره عن نيجاتيف ترانسفورميشن اليو. طيب لو انا بجيب برضو ترانسفورميشن لفيكتور في ناقص الفيكتور يو،
فدي هتبقى عبارة عن، انا عارف ان هو ده عبارة عن ترانسفورميشن الاولاني اللي هو الفيكتور دي زائد ترانسفورميشن الفيكتور التاني اللي هو عبارة عن نيجاتيف يو. طيب انا ممكن اطلع نيجاتيف بره، يبقى ال تي في نيجاتيف تي يو. طيب ده كده ايه، دي خاصية ودي كمان من خواص الايه الترانسفورميشن. طيب في حاجة كمان، في خاصية كمان، قال لو انا عندي بجيب ترانسفورميشن ل AU زائد ال BV، ده الترانسفورميشن بالشكل ده كده يديني ايه؟ ده كأنه ترانسفورميشن ال AU زائد ترانسفورميشن ال BV. طيب انا عارف ان ال A دي بما انها كونستانت ينفع اطلعها بره طالما الترانسفورميشن ده لينير، وهنا برضو نفس الكلام بالنسبة لل V. فانت هتلاقي ان هو بيقول لك هنا ان الترانسفورميشن بتاع AU بلس BV ده عبارة عن كأنه A في ترانسفورميشن اليو زائد B في ترانسفورميشن الفي. طيب تعال نشوف أمثلة بقى على الكلام ده. هنا هدي لك مجموعة من الترانسفورميشن ونشوف هل هي الترانسفورميشن دي عبارة عن لينير ترانسفورميشن ولا لا. طيب لو انا عندي الترانسفورميشن بتاع الاكس والواي، يعني انا بدخل الترانسفورميشن اكس وواي والاوتبوت بتاعه عبارة عن اكس واي بلس 4، هل الترانسفورميشن ده لينير ولا لا؟ طيب انا حاجة اقول ايه، لو انا جيت اول حاجة هتشيك هل الترانسفورميشن بتاع الزيرو بيساوي زيرو ولا لا. فانا هقول لما اجي احط الاكس والواي بزيرو، يعني اجيب الترانسفورميشن بتاع الزيرو، هلاقي انك تحط هنا في الترانسفورميشن اكس بزيرو يديني زيرو، والواي هنا بزيرو هيديني ايه 4. فانا هلاقي ان الترانسفورميشن بتاع الزيرو ما بيساويش زيرو، يبقى في الحالة دي الترانسفورميشن المتعرف بالطريقة دي يبقى الترانسفورميشن ده عبارة عن ايه، نوت لينير. طيب تعال نشوف مثال كمان. لو انا عندي ترانسفورميشن لإكس برضو واي بدخله فيكتور من اللي هي الار 2، والاوت بتاعي عبارة عن اكس سكوير اكس واي واي سكوير، هل ده لينير ترانسفورميشن ولا لا؟ طيب هنا في الترانسفورميشن ده تعالى احط الاكس والواي بزيرو، هتلاقي ان الاوت بتاعك هيبقى عبارة عن زيرو 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 اللي هو الزيرو فيكتور. فهنا الزيرو الترانسفورميشن بتاع الزيرو اداني زيرو، يبقى كده الشرط ده مفيش مشكلة. طب تعالى نحقق من بقية الشروط. لو جينا مثلا نتكلم على الضرب، لو انا قلت ان انا هجيب عايز اجيب ترانسفورميشن للايه في الفيكتور ده اللي هو عبارة عن ايه كونستانت كده في الاكس وايه كونستانت في الواي، طيب يبقى الترانسفورميشن بتاع الكلام ده هو عبارة عن ايه؟ انا المفروض ان انا اثبت ان الترانسفورميشن بتاع الاي في الاكس والاي في الواي ده كأني الاي مضروب في الفيكتور اللي هو اكس وواي بيساوي، المفروض يطلع عبارة عن ايه ترانسفورميشن الاكس والواي، صح الكلام ده كده لو هو لينير. طب تعالى نتأكد هل هو بيطلع كده ولا لا. طيب هلاقي ان الترانسفورميشن بتاع الاي اكس والاي واي ده عبارة عن الترم الاولاني سكوير اللي هو الاي سكوير اكس سكوير، و الترم التاني هو عبارة عن اللي هنا في المضروب اللي هنا اللي هو يديني اي سكوير اكس واي، والترم الاخير هو عبارة عن اي سكوير في واي في واي سكوير. طيب ده كده الترانسفورميشن لو انا جيت ضربت الاي الاي في اكس واي في واي. طب انا عارف ان ان الاي في الترانسفورميشن اكس واي في ترانسفورميشن اكس واي اللي هو الفيكتور ده كده، ده المفروض هو عبارة عن ايه مضروب في اكس سكوير اكس واي واي سكوير، صح الكلام ده كده. فانا هبص هنا لو انا جيت خدت هنا كومن فيكتور هيديني الاي سكوير، ومن هنا هو ده ايه بس، يبقى في الحالة دي انا هتلاقي ان الترانسفورميشن بتاع اي اكس واي واي لو انا جيت وزعت الضرب هنا جوه مش بيساوي الترانسفورميشن لو انا جيت خدت الاي بره كومن فيكتور. يبقى الكونديشن اللي هو انهي كونديشن اللي هو ده اهو مش بيتحقق، يبقى في الحالة دي الترانسفورميشن ده نوت لينير ترانسفورميشن، صح كده. يبقى ده كده نوت لينير، يبقى ده كده نوت لينير. طيب تعال نشوف مثال كمان. هنا بيقول لك انا عندي ترانسفورميشن بيحول ماتريكس 2 وتلاتة، يعني عندي 2 رو وتلاتة كولومز بيحولها الماتريكس
تلاتة واتنين، بحيث ان هو بيجيب ايه، ان الترانسفورميشن بتاع الماتريكس دي بيديني الترانسبوز بتاعها. انا عارف ان الترانسبوز هو عبارة عن ان انا ببدل كل رو مع كل كولوم. يعني لو انا عندي ماتريكس 2 في 3، فانا هاخد الاتنين روز اللي هو في كل كولوم وبخليهم كولومز في اللي هي الاي ترانسبوز. طيب فعشان كده لو انا عندي الماتريكس اي دي عبارة عن 2 في 3، فالترانسبوز بتاعها عبارة عن 3 في 2، لان انا ببدل الروز مع الكولومز. طيب هل ده لينير ترانسفورميشن ولا لا؟ طب تعالى نشوف كده. اول حاجه انا هتشيك عليها ان انا لو انا عندي، هل لو انا عندي ماتريكس كلها زيرو، يعني لو الماتريكس اي دي كلها عباره عن زيرو ماتريكس، يعني كل القيم اللي فيها عباره عن زيرو، لما هاجي اعمل لها ترانسبوز هيديني ايه؟ هيديني ماتريكس كلها زيروز برضو، فالزيرو موجود معايا، يبقى اقدر اكمل بقيه الشروط. طب تعالى نشوف هل هي كلوزد برضو، يعني هل هي في بتحقق الشرط بتاع الجمع والشرط بتاع الضرب ولا لا. طيب ادي الترانسبوز بتاع ماتريكس A وماتريكس B مجموعين على بعض، والاتنين عبارة عن ايه، 2 في 3. لما اجي اعمل لهم دول عبارة عن 2 ماتريكس مجموعين لبعض كده اهم، هيدوني ماتريكس الريزلت دي عبارة عن ماتريكس 2 في 3. طيب لما اعمل لها ترانسبوز يبقى الماتريكس A بلس B دي كلها هعمل لها ترانسبوز، والترانسبوز بيتوزع على الجمع فهيديني ان ال A ترانسبوز زائد ال B ترانسبوز. طيب ما ال A ترانسبوز ده عبارة عن ترانسفورميشن اوف ال A، وال B ترانسبوز دي عبارة عن ترانسفورميشن اوف ال B، يبقى ده معناه ان الترانسفورميشن بتاع الجمع بتاعهم اللي هو ال A زائد ال B بيساوي ترانسفورميشن ال A لوحده زائد ترانسفورميشن ال B، يبقى ده كده الشرط الاولاني اتحقق. طيب بالنسبة للشرط التاني، انا عندي ادي ترانسفورميشن اهو بتاع كونستانت مضروب في الايه، ده يديني عبارة عن الكونستانت اللي مضروب في الايه ده كلها ترانسبوز. طيب ترانسبوز الكونستانت بكونستانت عادي مضروب في الايه ترانسبوز، يبقى ده معناها ان هي ده عبارة عن الكونستانت اهو في ترانسبوز الايه. يبقى تعالى بص كده، عندي الترانسبوز بتاع الايه مضروبة في كونستانت، فقدرت اطلع الكونستانت بره في مضروبة الترانسبوز الايه. بص كده للكونديشن اهو، الكونديشن ده اهو، يبقى هنا في الحاله دي اتحقق ان الترانسبوز بتاع الكونستانت في الفيكتور يديني الكونستانت اطلعه بره مضروب في الايه الترانسبوز بتاع الفيكتور. يبقى في الحاله دي الترانسفورميشن المتعرف بالطريقه دي ده عباره عن ايه، عباره عن لينير ترانسفورميشن. حقق الشرطين الاساسيين. طيب عايزين نرجع تاني للكلام اللي قلناه هنا ده، الكلام ده ان انا لو عندي ترانسفورميشن بتاع فيكتور A في اليو زائد البي في الفي، ده عبارة عن ان انا بوزع الترانسفورميشن على اليو والفي وبطلع الاي والبي اللي هما الكونستانت دول بره. فهل انا ممكن اعمل ايه، اعمم الكلام ده كده اقوله بطريقة جنرال، ان انا لو انا عندي اي فيكتور اكس، عندي فيكتور اكس اقدر اكتبه كلينير كومباينيشن من مجموعه فيكتورز، يعني مثلا عباره عن C1 في اليو 1 زائد C2 في اليو 2 زائد C3 في اليو 3 وهكذا. يبقى ادي الفيكتور اهو بقدر اكتبه كلينير كومباينيشن، واحنا عارفين ازاي بكتب فيكتور كلينير كومباينيشن من مجموعه فيكتورز. فقال لو انا عايز اعمله لينير ترانسفورميشن، فاللينير ترانسفورميشن بتاع الاكس ده هو عباره عن ترانسفورميشن لل C1 في اليو 1 زائد C2 في اليو 2 زائد C3 في اليو 3، تمام كده. طب انا عارف ان الترانسفورميشن ده طالما لينير ترانسفورميشن، يبقى انا لما اجي اوزعه على اللي جوه ده هيديني ايه، C1 في ترانسفورميشن اوف اليو 1 زائد C2 في الترانسفورميشن اوف اليو 2 زائد C3 في الترانسفورميشن اوف اليو 3. يبقى قالك هنا ان الكلام اللي احنا بنقوله ده هو عبارة عن ايه، لو انا عندي فيكتور اكس اقدر اكتبه كلينير كومباينيشن من مجموعة فيكتورز كده، وانا عارف ان الترانسفورميشن بتاع الفيكتورز دول، انا عارف الترانسفورميشن بتاع الفيكتورز دول، يبقى ممكن اجيب الترانسفورميشن بتاع الاكس باستخدام الريليشن دي، ان الترانسفورميشن بتاع الاكس هو عبارة عن C1 في ترانسفورميشن الفيكتور الاولاني، C2 في ترانسفورميشن الفيكتور التاني، C3 في ترانسفورميشن الفيكتور التالت وهكذا.
ده في حالة ان الاكس اقدر اكتبه كلينير كومبينيشن من مجموعة الفيكتورز دول اللي انا عارف الترانسفورميشن بتاعه. طب تعال نشوف مثال على الكلام ده. طيب مديلك ترانسفورميشن بتاع فيكتور 1 1 1 اندر يعني ترانسفورميشن معين، الترانسفورميشن بتاعه هيديلك 2 و0 ونيجاتيف 1، يعني هو عمله جاهز وطلع معاه بالشكل ده كده. طيب والترانسفورميشن بتاع فيكتور اللي هي 1 و0 و1 طلع 1 1 و0، في ترانسفورميشن بتاع فيكتور تاني اللي هو 0 نيجاتيف 1 و2 طلع نيجاتيف 3 و2 نيجاتيف 1. طيب هو كده مديلك 3 فيكتورز والترانسفورميشن بتاعهم، وعايز تجيب انت الايمج بتاعت فيكتور تاني او الريزلت بتاع ترانسفورميشن لفيكتور تاني اللي هو عبارة عن 2 1 و0، انا عايز اجيب له الترانسفورميشن بتاعه. طيب هجيب الكلام ده كده ازاي؟ فقال والله هو لاحظ ان عندي الفيكتور ده اللي هو 1 و1 و1 1 و0 و1 والفيكتور اللي هنا 0 نيجاتيف 1 و2 دول عبارة عن 3 independent vectors. طيب ده لما هم عندي 3 independent vectors موجودين في ال R3، يبقى الثلاثة vectors دول بيعملوا لي ايه؟ يبقى الثلاثة vectors دول هم بيعملوا لي سبان، وبما انهم independent فوسبان، يبقى في الحالة دي هم عبارة عن ايه؟ عبارة عن بيزس. احنا عارفين ان البيزس ست، اي ست اقدر اقول ان هي بيزس لو هي سبان والفيكتورز اللي جواها عبارة عن ايه؟ عن اندبندنت. فانا عندي 3 فيكتورز اندبندنت موجودين في الار 3، يبقى دول اكيد بيزس لايه؟ للار 3. طيب كويس قوي، يبقى احنا استنتجنا دلوقتي ان الثلاثة فيكتورز اللي هو مديني الترانسفورميشن بتاعهم دول عبارة عن بيزس. طيب طالما هما بيزس يبقى اي فيكتور موجود في الار 3 اقدر اكتبه بدلالة ال 3 فيكتورز دول. طيب ده الفيكتور اللي عندي ده اللي هو 2 و1 و0 ده عبارة عن فيكتور موجود في الار 3، يبقى انا المفروض ان انا اعرف اكتبه كلينير كومباينيشن من الفيكتورز ايه؟ التلاتة اللي هو جيفن مديني الترانسفورميشن بتاعهم دول. طيب يبقى انا هعمل السيستم اللي احنا بنعمله عشان ايه؟ اعرف ازاي اكتب الفيكتور ده كلينير كومباينيشن من الفيكتورز دول. يبقى اقول ان انا عندي ال A مضروب في فيكتور 1 و1 و1 زائد ال B مضروب في فيكتور 1 و0 و1 زائد ال C مضروب في فيكتور اسمه 0 و-1 و2، كل ده المفروض هيساوي 2 و1 و0. انا عارف ان التلاتة فيكتورز دول بيزس، يبقى اكيد ال A وال B وال C ليهم قيمة، اكيد السيستم ده ليه سوليوشن. يعني انا هنا مش بسال هل انا اقدر اكتبه كلينير كومباينيشن منهم ولا لا، انا عارف من الاول ان انا اقدر اكتبه كلينير كومباينيشن منهم طالما دول التلاتة دول بيزس. طيب هسولف السيستم ده كده عادي، سيستم اوف لينير ايكويشن، هلاقي ان ال A هتطلع ب 0 وال B هتطلع ب نيجاتيف 1 وال C هتطلع ب 2. طيب يبقى انا دلوقتي هقدر اكتب الفيكتور اللي هو اللي انا عن الفيكتور عندي ده اللي هو عبارة عن 2 و1 و0 اللي انا عايز اجيب له الترانسفورميشن بتاعه، اقدر اكتبه كلينير كومباينيشن من الفيكتور ايه بقى؟ انا هلاقي ان ال A ب0، يبقى الكلام يبقى الفيكتور 1 1 1 ده مش معايا، معايا الفيكتور B ومعايا الفيكتور C، قصدي يعني الفيكتور المضروب الفيكتور 1 0 1 المضروب في ال B والفيكتور 0 نيجاتيف 1 و2 المضروب في ال C. فده هيبقى عبارة عن نيجاتيف 1، هيبقى عبارة عن نيجاتيف 1 مضروب في الفيكتور اللي هو 0 ونيجاتيف 1 و ال 2 زائد 2 مضروب في 1 و 0 و 0 و 0 و 1. يبقى انا هنا عملت ايه؟ انا كتبت الفيكتور ده كلينير كومباينيشن من الفيكتورز اللي هما بيعملوا لي البيزس للار 3. خلاص يبقى انا عارف ان انا طالما ده الفيكتور ده لينير كومباينيشن من دول، يبقى الترانسبوز بتاعه، قصدي الترانسفورم بتاعه، لينير ترانسفورميشن بتاعه هو عبارة عن نيجاتيف 1 في ترانسفورميشن بتاع ال 0 ونيجاتيف 1 و2 زائد 2 الترانسفورميشن بتاع ال 1 وال 0 وال 1. طيب
الترانسفورميشن ده عندي والترانسفورميشن ده عندي، يبقى نيجاتيف 1 مضروب في الترانسفورميشن ده اللي هو نيجاتيف 3 و 2 و نيجاتيف 1، والترانسفورميشن بتاع الواحد وزيرو واحد ده جيفن في المسألة ده اللي هو واحد واحد زيرو. هحسب بقى الحساب ده كده عادي، هيديني بقى الترانسفورميشن الريزلت بتاع الترانسفورميشن 5 و0 و1. يبقى انا كده جبت قيمة الترانسفورميشن بتاع الفيكتور اللي انا عايز اجيب الترانسفورميشن بتاعه. طيب تعال نشوف مثال تاني على الكلام ده، برضو مديلك ترانسفورميشن، ترانسفورميشن مين؟ ال R2 لل R2. يبقى هو هنا ده ال R2 اللي هنا ده عبارة عن ايه، وال R2 اللي هنا ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن الدومين، ده الانبوت اللي بدخله فيكتور من ال R2، والاوتبوت اللي بيطلع في الكودومين برضو هيطلع فيكتور في ال R2. طيب يبقى هو بيقول لك ان انا بدخل فيكتور R2 بيطلع لي فيكتور برضو في ال R2، ومدي لك ان الترانسفورميشن بتاع الفيكتور 1 و0 عبارة عن 1 و1، والترانسفورميشن بتاع فيكتور 0 و1 عبارة عن 1 و-1. عايزك تجيب ترانسفورميشن بتاع 1 و3. يبقى الحل للكلام ده ايه؟ طب تعالى بص كده، ادي الفيكتور 1 و0 والفيكتور 0 و1، دول فيكتورز اندبندنت. كويس قوي. فانا هلاقي ان انا عندي الفيكتور اللي هو 1 و3 هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 مضروب في الفيكتور اللي هو 1 و0 زائد 3 مضروبة في الفيكتور اللي هو 0 و1. تعالى بص كده، 1 في 1 يديني 1، وهنا 3 في 0 يديني 0، يبقى ده ايه الريزلت؟ 1. طيب وهنا 1 في 0 0، و3 في 1 يبقى 3، يبقى الفيكتور ده هو نفسه ده. طيب كويس اوي. يبقى انا الترانسفورميشن اللي انا عايزه للفيكتور اللي هو 1 و3 ده عبارة عن 1 في الترانسفورميشن ايه الواحد وزيرو زائد 3 في الترانسفورميشن الزيرو واحد. ده جيفن وده جيفن، يبقى عندي 1 في 1 و1 زائد 3 في 1 و-1. احسب الحساب ده كده، هيدي لك ان قيمة الترانسفورميشن هي عبارة عن ايه؟ عن 4 و-2. طيب هتلاقي ان انت عندك من الشكل ده كده او من المسألة دي كده، لما كان عندي الفيكتور اللي هو 1 و0 عندي الترانسفورميشن بتاع الفيكتور اللي هو 1 و0، وعندي الترانسفورميشن بتاع الفيكتور اللي هو 0 و1، الواحد والزيرو ده بيمثل لي ايه؟ الواحد والزيرو ده بيمثل لي الاكس اكسس، صح كده ولا لا؟ الواحد والزيرو ده بيمثل الاكس اكسس. طيب والزيرو والواحد اللي هنا ده بيمثل لي ايه؟ بيمثل لي الواي اكسس. يبقى ده معناها ان انا هنا بجيب ترانسفورميشن للاكس اكسس وللواي اكسس. فلما جبت ترانسفورميشن للاكس والواي، اي بوينت في الار 2 انا اقدر اجيبها بسهوله بدلاله الاكس والواي باستخدام الاكس اكسس والواي اكسس، صح كده ولا لا؟ فهو من الفكره دي او من طريقه الحل اللي احنا حلينا بيها دي، قال ايه؟ انا الفيكتورز اللي هي البيزس دي او اللي هي البيزس الستاندرد بيزس دي بتسهل عليا الحسابات. طب يعني ايه ستاندرد بيزس؟ طب تعالى نتكلم بقى ايه في الموضوع ده كده، ايه واحده واحده. الاول هو بيقول لك ان انت عندك حاجه اسمها الستاندرد بيزس. يعني ايه؟ يعني لو انا بتكلم عن الار 2، الار 2 ايه الستاندرد بيزس بتاعته؟ انا عارف ان الار 2 ابسط بيزس انا ممكن استخدمها، هي عباره عن ان هي ان الار دي عباره عن اكس واي، الاكس واي بلين. فانا عارف ان الابسط بيزس موجوده عندي هي عباره عن ايه؟ عباره عن محور اكس اللي هو الاكس اكسس اللي هو 1 و0، ومحور واي اللي هو الزيرو والواحد. طيب دول 2 فيكتورز اندبندنت وبيعملوا سبان للار 2، صح كده ولا لا؟ فدول بيبقى اسمهم حاجه اسمها الستاندرد بيز. اللي هو البيز الاساسيه اللي بتيجي على دماغك اول ما اجي اقول لك ايه، انا بتكلم على اكس واي بلين او ار او ار 2. طب لو انا بتكلم على ار 3، البيز بتاعتي عباره عن ايه؟ الستاندرد بيزز اللي هو محور اكس وواي وزد، يبقوا عباره عن ايه؟ 1 و0 0 ده اللي هو الاكس اكسس، 0 و1 و0 اللي هو الواي اكسس،
زيرو زيرو وواحد اللي هو الزد اكس. يبقى دول عبارة عن ايه؟ حاجة اسمها الستاندرد بيزز. فانت هتلاقي ان هنا في الستاندرد بيز ايه، انا عندي، لو انا عندي اكس وواي، انا عارف ان انا عندي اكس وواي، فقال ايه، انا بخلي بوينت منهم بواحد والبوينت التانية بزيرو، هخلي احداثي منهم بواحد والاحداثي التاني بزيرو. نفس الكلام عملته لما بجيب الار 3. طب لو انا عايز اجيب بيزز لي بي ان بولينوميال، طيب فمثلا لو انا بتكلم على بولينوميال من الدرجة التانية، انا عارف ان البولينوميال من الدرجة التانية بيبقى شكله عامل ازاي. بيبقى شكله عامل على اي نود زائد اي 1 اكس زائد اي 2 اكس 2. فقال ان اي الستاندرد بيز بتاعت الفيكتور ده هي عبارة عن ايه، ان يكون مرة الاي نود دي بواحد والباقي كله بزيروز، اللي هو يعني واحد، وان مره يكون الاي 1 دي بواحد والباقي كله بزيرو، فتبقى دي عباره عن اكس، ومره يكون الاي 2 دي بواحد والباقي كله بزيرو، يبقى دي عباره عن ايه، عن اكس سكوير. يبقى الستاندرد بيزس انا بحط قيمه بواحد والباقي كله بيكون بزيرو. يبقى انا لو عايز اجيب الستاندرد بيزس لبي ان بقى ان جنرال، هو هيبقى عباره عن ايه، عباره عن واحد واكس واكس سكوير واكس كيوبد لحد اكس اس اكس اسين. طيب لو انا عايز اجيب ستاندرد بيزس لماتريكس، لو انا بتكلم على ماتريكس، فلو انا عندي ماتريكس عبارة عن ام في ان، ماتريكس كبيرة كده عبارة عن ام في ان، هيكون موجود فيها elements اهي a11 a12، انا عارف ان انا عندي ام رو وعندي ان كولوم. فهلاقي ان انا عندي لحد هنا هو انا عندي ان كولوم، يبقى انا عندي الاليمنت اللي موجود هنا ده اهو عبارة عن واحد في ان. طيب وعندي كام رو، عندي ام رو، يبقى الاليمنت اللي هنا هيبقى عندي في اليمنت هنا لحد ما اوصل لواحد لام واحد، وهكمل كده يبقى اخر element هنا عبارة عن ايه، عن m في n. يبقى دي كده ال elements بتاعت الماتريكس. فقال ايه، انا عارف ان ال dimension بتاع اي ماتريكس m في n ده بيساوي m n، صح كده ولا لأ، اللي هي عدد ال elements اللي موجودة جوه الماتريكس. طيب ال dimension ده احنا عارفين من الفيديو اللي فات ان ال dimension ده هو عبارة عن ال number of the basis، يبقى انا عندي ام في ان بيزس. طب كويس قوي، هحسبهم ازاي؟ مره احط الاليمنت الاولاني بواحد والباقي كله بزيروس، ومره احط الاليمنت التاني ده بواحد والباقي كله ايه، بزيروس، وهكذا. فهلاقي ان هيطلع عندي ام ان ماتريكس. طيب تعال نشوف مثال على الكلام ده. لو انا عندي مثلا ماتريكس كده 2 في 2، ماتريكس 2 في 2 انا عارف ان الدايمنشن بتاعها بتاع الماتريكس اللي هي 2 في 2 ده يديني ايه، 4. يبقى انا عندي 4 بيزس، هيبقى شكلهم عامل ازاي؟ فالبيز دي هيبقى شكلها عامل ازاي؟ الماتريكس الاولانيه عباره عن 1 0 0 0. طب والماتريكس الثانيه عباره عن 0 1 0 0. طب الماتريكس الثالثه عباره عن 0 0 1 0، والماتريكس الاخيره 0 0 0 1. فهتلاقي ان هم 4 ماتريكس، ودول كده بالشكل ده، طالما في واحد بواحد element بواحد والباقي بزيروز، يبقى ده اسمه ايه، ستاندرد ماتريكس او ستاندرد بيسس. طيب كويس قوي، يبقى احنا كده عرفنا ازاي بنحسب الستاندرد بيسس. نستخدمها ازاي بقى في اللينير ترانسفورميشن؟ فقال انا بستخدم الفكره بتاعت الستاندرد بيسس دي في ان انا بحسب حاجه اسمها الماتريكس ترانسفورميشن. يعني بدل ما انا يبقى عندي الترانسفورميشن كده عباره عن معرف كده بحسابات معينه، فقال ايه، انا بعرفه باستخدام ماتريكس. يعني انا لو عندي، بقول ان انا لو عندي ترانسفورميشن، عايز اعمل ترانسفورميشن لفيكتور اكس، فقال ان الترانسفورميشن ده عباره عن ان انا كاني بضرب الاكس دي في ايه، بضرب الاكس في ماتريكس اسمها ايه. في الحاله دي الترانسفورميشن ده اسمه ماتريكس ترانسفورميشن.
فيبقى الريزلت يبقى ده كده الاكس ده بالنسبه لي هو عباره عن البري ايمج، والريزلت اللي بتطلع من حاصل ضرب الايه في الاكس ده بيبقى اسمه ايه؟ الايمج. طيب كويس قوي، تعالى بقى نشوف ازاي بنحسب الماتريكس ايه دي. فقال ان انت لو انت عندك عايز تحسب ماتريكس ايه دي، طريقه الحساب بتاعها الماتريكس ايه دي بتبقى عباره عن ماتريكس ام في ان. طب ايه الام وايه الان؟ تعال بص كده، انا بقول ايه، انا عندي فيكتور اكس، الفيكتور اكس ده موجود في ار معين وليكن ار ان، باجي بعمل له ترانسفورميشن، عايز اعمل له ترانسفورميشن من الار ان، بعمل له ترانسفورميشن ليه اخليه مثلا في الار ان. خلينا نكتبها بطريقه تانية، لو انا عندي ترانسفورميشن من الار ان للار ان، انا عايز انتقل من الار ان للار ام، الار ان ده هو الدومين والار ام ده هو عباره عن الكودومين. كويس قوي، يبقى فقال ايه، انا عندي هنا في الدومين في فيكتور اسمه فيكتور اكس، الفيكتور اكس ده انا بضربه في ماتريكس كده ايه عشان اعمل له ترانسفورميشن، يبقى تحول ايه لايه، يبقى ده الاكس ده البري ايمج، والايه الايه في الاكس ده عباره عن الايمج. طيب يبقى الماتريكس ايه دي لازم تكون الدايمنشن بتاعها ازاي علشان خاطر لما اجي اضربها في الفيكتور اكس يتحول ليه فيكتور موجود في الـ في الار ام. انا عارف ان الاكس دي عباره عن فيكتور عباره عن ان في واحد، تمام كده. طيب يبقى الماتريكس ده ان في واحد، طب انا عايز الريزلت اللي بتطلع دي مثلا، لو انا الريزلت ده عباره عن فيكتور واي، الفيكتور واي ده المفروض يكون ايه، ام في واحد لانه موجود في الار ام. يبقى الماتريكس ايه دي عباره عن ماتريكس كام في كام، ماتريكس ام في ان. فهتلاقي ان الام اللي هنا دي عبارة عن ال dimension بتاع الكولومين، وال n اللي هنا دي اللي هي عدد الكولومز، ده بي ال dimension بتاع ايه، بتاع الدومين. يبقى تاني نختصر الكلام اللي احنا قلناه، ان انا عندي ماتريكس ايه، الماتريكس ايه دي عبارة عن ماتريكس m في n، بحيث ان ال m ده عبارة عن ايه، الكودومين اللي انا عايز اروح له، والان ده عبارة عن الدايمنشن بتاع الدومين، وانا بيكون عندي فيكتور اكس، الفيكتور اكس ده بيكون موجود في الدومين اللي هو عبارة عن فيكتور ان في واحد، في انا بعمل له ترانسفورميشن اهو، فاضربه في ماتريكس ايه، والماتريكس ايه دي احنا قلنا ام في ان، والايه الاكس ده عبارة عن ان في 1، يبقى الريزلت اللي هتطلع من الكلام ده هي عبارة عن ماتريكس، عبارة عن قصدي فيكتور، الفيكتور ده عبارة عن ام في 1 موجود في ايه، الكودومين. طيب كويس جدا، يبقى احنا كده غيرنا الديفينيشن بتاع الترانسفورميشن. انا قلت انا عندي، لو انا عندي ترانسفورميشن من ار ان ل ار ام، الترانسفورميشن ده انا ممكن اكتبه على صورة حاجة اسمها الماتريكس ترانسفورميشن، يعني الاكس بحوله لحاجة اسمها الايه في الاكس، ده الايمج، ده البري ايمج، وده الايمج بتاعته، بحيث ان الاي دي عبارة عن ماتريكس ام في ان، الام ده الدايمنشن بتاع الكودومين، والان ده الدايمنشن بتاع الدومين. طيب ازاي بقى بحسب الماتريكس ايه؟ قالك ان الماتريكس ايه دي عبارة عن ماتريكس كده، انا عارف ان هي كام، ام في ان، خلاص بتبقى عبارة عن ان انا بجيب ترانسفورميشن للاي 1، مين الاي 1 ده؟ الستاندرد بيزس، ليه احنا بنتكلم هنا بقى البيزس دي بتاعت مين، دي كده البيزس بتاع الار ان، الار ان اللي هو الدومين، يبقى انا الدومين اللي هو الار ان هيكون عندي ليه بيزس اي 1 اي 2 ستاندرد بيزس لحد اي ان، فانا بجيب ترانسفورميشن لكل واحد منهم، والترانسفورميشن لكل واحد منهم دول بيعملوا لي ماتريكس، الماتريكس دي اسمها ايه، يبقى الماتريكس ايه هي عباره عن الكولوم الاولاني فيها عباره عن ترانسفورميشن للاي 1 الستاندرد بيز الاولاني، الكولوم الثاني عباره عن ترانسفورميشن للاي 2، وهكذا لحد ما بوصل للترانسفورميشن بتاع الاي ان. طيب يبقى انا كده لو انا عندي عايز اجيب الماتريكس ايه، عايز اجيب الترانسفورميشن ده اخليه ماتريكس ترانسفورميشن،
فانا بجيب الترانسفورميشن بتاع كل بيزس ليه الدومين، كل ستاندرد بيزس فيه الدومين، وبحطه في الماتريكس دي كده، بكون الماتريكس ايه. طب تعالى نشوف مثال نفهم بيه الكلام ده بيتحسب ازاي. هنا مديلك ترانسفورميشن، ترانسفورميشن ده مديلك ترانسفورميشن وبيقول لك ده ترانسفورميشن مين، من لو انا عندي فيكتور، مديلك ترانسفورميشن مين اكس 1 واي اكس واي، بعمله ترانسفورميشن بيديني اكس بلس واي واكس ماينس واي. ده كده ايه الديفينيشن بتاع الترانسفورميشن. طيب كويس قوي. بيقول لي عايز بقى ايه الستاندرد ماتريكس للترانسفورميشن دي، او حوله لي ماتريكس ترانسفورميشن. طيب جميل قوي. هبص كده الاقي ان انا بعمل ترانسفورميشن، الترانسفورميشن ده من ار2 للار2، يعني انا كنت في الار2 اهو، الدومين بتاعي في الار2، والريزلت اللي طلعت لي برده هتطلع في الار2. يبقى الماتريكس ايه؟ هي عباره عن 2 في 2. خلاص انا عرفت الكلام ده. طيب كماتريكس ايه 2 في 2، انا هجيب بقى ايه؟ هجيب الترانسفورميشن للبيزس الاولاني، للستاندرد بيزس الاولاني للار2، والترانسفورميشن للستاندرد بيزس التاني للار2، وانا عارف ان الار2 ليها 2 بس بيزس. يعني هو عايزك تجيب الترانسفورميشن ل 1 و0 اللي هو الاكس اكسس، والترانسفورميشن ل0 و1 اللي هو ايه الواي اكسس. طيب تعالى نجيب الترانسفورميشن الاولاني والترانسفورميشن التاني. هحط الاكس ب1 والواي ب0 يديني 1، والريزلت هنا برضو 1، يبقى ده 1 و1، يبقى ده كده الايه الكولوم الاولاني. طب تعالى نجيب الكولوم التاني، حط الاكس ب0 والواي ب1 يديني ايه 1، وهنا هيديني ايه نيجاتيف 1. فبقت الماتريكس ايه دي اللي هي 2 في 2 بالشكل ده كده، دي عبارة عن الماتريكس، دي عبارة عن ترانسفورميشن كاني حولت الترانسفورميشن من الديفينيشن بتاعه ده لماتريكس ترانسفورميشن. يعني الديفينيشن الجديد بقى عبارة عن ان انا بقول ان الترانسفورميشن بتاع اي فيكتور اكس هو عبارة عن الاي في الاكس، والاي دي هي عبارة عن الماتريكس اللي هي 1 1 1 ونيجاتيف 1، هضربها في الاكس يديني الريزلت اللي هي الايه الايمج اللي انا عايزها. طيب تعالى نرجع تاني للمثال اللي كنا حليناه في اول الفيديو. كان مديني في المثال ده، كان مديني ترانسفورميشن بتاع 1 و1 و1، مديهولي جيفن، ومديني ترانسفورميشن بتاع 0 و -1 و2، والترانسفورميشن بتاع 1 و0 و1 اهو بالشكل ده كده. وكان المطلوب كان الريكوايرد ان هو كان عايز الترانسفورميشن ل 2 و1 و0. فاحنا هنا لو تفتكر احنا عملنا ايه، والله احنا قلنا انا هكتب اللي هو 2 و1 و0 ده كتبته كلينير كومباينيشن من الفيكتورز دي اللي هي الثلاثه فيكتورز اللي هو مديني الترانسفورميشن بتاعهم، علشان قلت ان دول عباره عن بيزس الار 3، صح كده. وبعدين جبت الترانسفورميشن بتاعهم باستخدام الايه الريليشن ما بين اللي هي الريليشن اللي انا بقول لو انا عندي ترانسفورميشن اوف اليو، واليو دي عباره عن او اكس، والاكس دي عباره عن لينير كومباينيشن من مجموعه فيكتورز، فيبقى عباره عن ايه في الترانسفورميشن بتاع اليو 1 زائد البي في الترانسفورميشن بتاع اليو 2 زائد السي في الترانسفورميشن بتاع اليو 3، صح كده. دي كانت طريقة الحل اللي حلنا بيها في الجزء الأولاني. فقال في طريقة حل تاني ممكن أحل بيها المسألة دي، خصوصا هو لو هو طالب في المسألة الأول الستاندرد ماتريكس، طالب الماتريكس أو حول له الترانسفورميشن ده الماتريكس. طيب إيه الطريقة اللي ممكن أحل بيها الكلام ده؟ هو الاول انا عايز اجيب الستاندرد ماتريكس، وبعد كده اعمل ايه اضرب الفيكتور ده في الماتريكس واجيب الترانسفورميشن. طيب هجيب الماتريكس ازاي؟ انا هو هنا مديني الفيكتور 1 1 1 ده، والفيكتور 0 نيجاتيف 1 و2، والفيكتور 1 و0 1 دول عباره عن ايه عن بيزس.
دول بيزس للار 3. طب انا عايز اجيب الترانسفورميشن بتاع الستاندرد بيزس عشان اجيب الماتريكس ايه. فالان ايه، انا هستخدم نفس الفكره اللي احنا استخدمناها، بس المره دي انا هكتب الفيكتور اللي هو 1 و0 و1 اللي هو عباره عن الاكس اكسس، هكتبه بدلاله الفيكتورز اللي هو مديهولي دول. ما هو الفيكتور ده موجود في الار 3 صح كده ولا لا؟ الاف فيكتور اللي هو الاكس اكسس موجود جوه الار 3، يبقى انا ممكن اكتبه كبدلاله البيزس للار 3. يبقى انا هكتب الفيكتور ده اللي هو الاي 1 الاكس اكسس، هكتبه بدلاله يعني هعمل سيستم كده هو عباره عن ايه، عن سي 1 في الفيكتور اللي هو 1 1 1 زائد سي 2 في الفيكتور اللي هو 0 ونيجاتيف 1 و2 زائد سي 3 في الفيكتور الثالث اللي هو 1 و0 و1. مين الفيكتورز دول؟ دول عباره عن البيزس للار 3، بيزس للار 3 انا عارف الترانسفورميشن بتاعهم صح كده ولا لا؟ علشان خاطر انا عايز، طالما انا عارف الترانسفورميشن بتاعهم يبقى انا اقدر منهم، طالما لو هما لينير كومباينيشن من الاي 1 يبقى انا اقدر اجيب الترانسفورميشن بتاع الاي 1. طب عايز اجيب الترانسفورميشن بتاع الاي 2 اللي هو 0 و1 و0، نفس الكلام هكتبه كلينير كومباينيشن من الثلاثه فيكتورز دول، يبقى عباره عن مثلا كي 1 في 1 1 1 زائد الكي 2 في 0 ونيجاتيف 1 و2 والكي 3 في 1 و0 و1. اخر حاجه اللي هو الاي 3 اللي هو الزد اكسس، ده هيبقى عبارة عن ايه، عن اي كونستانت برضو مضروب في ال دي 1 مضروب في ال 1 1 1 دي 2 مضروب في ال 0 نيجاتيف 1 و2 وال دي 3 مكتوب في 1 مضروب في 1 و0 و1. فعندي الكلام ده كده يعمل لي كام سيستم، اول واحد ده سيستم وتاني واحد ده سيستم وتالت واحد ده سيستم. انا عندي ده عشان اجيب السي 1 والسي 2 والسي 3 كنت بحل الشكل ده كده لوحده، وده عندي برضو شكل احله لوحده وده شكل احله لوحده، يبقى انا عندي 3 سيستمز. بس المشترك ما بينهم هما الفيكتورز اللي موجودين هنا دول اللي هو البيزس اللي جيفن في المسألة. فانا ممكن اكتب الثلاثة سيستمز دول بطريقة بحيث ان انا اخليهم في ماتريكس واحدة كده. انا عارف ان الفيكتور اللي هو المشترك الفيكتورز المشتركه 1 1 1 0 نيجاتيف 1 و2 1 و0 1. انا عايز اكتب الاي 1 والاي 2 والاي 3 بدلاله ال 3 فيكتورز دول. يبقى مره السيستم هيبقى عباره عن الماتريكس دي كده، وهنا بتساوي بساويها ب 1 و0 و0، ومن هنا هجيب السي 1 والسي 2 والسي 3 صح كده، ومرة هساويها ب ب بالزيرو وون زيرو اللي هو الواي اكسس، واجيب منهم الكي 1 والكي 2 والكي 3، واخر حاجة هساويها ب 0 0 1. يبقى انا هنا في الشكل اللي انا عملته ده انا عملت ايه، في الشكل المكتوب ده قدامي ده انا عملت ايه، انا كأني ضميت التلاتة سيستمز اللي احنا جبناهم هنا دول ضميتهم اهم، خليتهم في ماتريكس واحدة. بس انا عارف لو انا جيت اخدت الجزء ده كده انا هجيب منه المتغيرات اللي هي عبارة عن ايه، سي 1 وسي 2 وسي 3. طب لو انا جيت اخدت الماتريكس دي مع الفيكتور ده، ده هيديني ايه، ده هيديني الكي 1 والكي 2 والكي 3. طب لو انا جيت اخدت ايه الماتريكس دي مع الفيكتور الاخير ده، ده هيديني ايه اللي هو السيستم الاخير اللي هو دي 1 ودي 2 ودي 3. يبقى انا هشتغل على الماتريكس دي كده كلها على بعض واخد منها الجزء اللي يخصني وانا بجيب الفاريبلز في الاخر. فانا هعمل جاوس اليمينيشن، هيديني جاوس اليمينيشن عندي للماتريكس كلها اللي هي التلاتة في الستة دي، هيديني الشكل ده كده اهو، وهنا هيبقى فيه واحد واحد وتلاتة على الاتنين زيرو ونيجاتيف ون نيجاتيف ون زيرو وزيرو ونيجاتيف نص. ده
طيب يبقى انا هنا كده عملت ايه؟ انا هنا اخدت اهو ده كنت اخدته بيفوت وصفرت تحتيه، وبعد كده بعد ما خلصت الكلام ده اخدت بيفوت في الجزء اللي هنا وبرده صفرت تحتيه زي ما كنا بنعمل بالطريقه العاديه خالص في الجاوس اليمينيشن. طيب بقى عندي الشكل ده كده. دلوقتي انا عايز اجيب قيمه ال سي سي 1 وسي 2 وسي 3 وكي 1 وكي 2 وكي 3 ودي 1 ودي 1 ودي 2 ودي 3. طيب اول حاجه علشان ايه خاطر اجيب قيم ال سي، يبقى انا هاخد الجزء ده، فانا هلاقي من الشكل ده كده ان السي 3 بيساوي 3 على 2. طب والسي 2؟ سي 2 زائد السي 3 يديني 1، فهاجي احسبها الاقي ان السي 2 هديني نيجاتيف نص. طب والسي 1؟ السي 1 من هنا انا عارف ان السي 1 زائد السي 3 يديني 1، هحسبها هلاقي ان السي 1 يديني نيجاتيف نص. يبقى انا من الجزء ده كده جبت قيمة السي. طيب عايز اجيب قيمة ال دي، هاخد الماتريكس دي كده خلاص هلغي ده، وهاخد الماتريكس دي مع مع الفيكتور اللي هنا ده. ده هيديني ايه؟ ده هيديني ان ال دي 3 بيساوي نيجاتيف 1، او الكي 3 بيساوي نيجاتيف 1. طيب والكي 2 بلس الكي 3 يديني نيجاتيف 1، هحسبها يديني ان الكي 2 بزيرو. ومن هنا برضو ان الكي 1 زائد الكي 3 بيساوي زيرو، يبقى الكي 1 بيساوي الكي 3 هيديني ايه؟ بيساوي نيجاتيف الكي 3 يديني 1. يبقى انا كده جبت قيمة الكي. نفس الكلام هكرره بالنسبة للدي، هلغي الكولوم اللي هنا ده واجيب اخد الماتريكس دي مع الفيكتور ده، اجيب منها قيمة الدي، فهلاقي في الاخر ان انا عندي السي 1 بتساوي نيجاتيف نص، السي 2 بتساوي نيجاتيف نص، والسي 3 بتساوي 3 على الاثنين. طيب والكي 1 بواحد، الكي 2 بزيرو، والكي 3 بنيجاتيف 1، والدي 1 بقت بنص، والدي 2 بنص برضو، والدي 3 بنيجاتيف نص. طيب دول جبتهم منين؟ دول جبتهم من ان انا حليت السيستم ده، يعني السيستم ده اللي عملت له ريدكشن مره واحده كده، عملت له جاوس اليمينيشن مره واحده، فحليته كل مره خدت واحد من دول وحليت السيستم. طيب يبقى انا كده ده الفيكتورز دي كده ازاي بكتب الاي 1. سبحان الله، ده كده ازاي بكتب الاي 1 كلينير كومباينيشن من الفيكتورز اللي هو مديهم لي، اللي هو الايه البيزس الجيفن في المساله. يبقى الاي 1 هو عباره عن نيجاتيف نص، نيجاتيف نص في 1 1 1، نيجاتيف نص في 0 ونيجاتيف 1 و2، وبوزيتيف 3 على الاثنين في 1 و0 و1، صح كده؟ يبقى انا عايز اجيب الترانسفورميشن بقى بتاع الاي 1. ده بقى عباره عن ايه؟ عباره عن نيجاتيف نص في الترانسفورميشن بتاع ال 1 1 1 اللي هو عباره عن 2 و0 ونيجاتيف 1، وعباره عن نيجاتيف نص في الترانسفورميشن بتاع الكلام ده كده اللي هو يبقى عباره عن نيجاتيف 3 و2 ونيجاتيف 1، ده جيفن في المساله. وبوزيتيف 3 على الاثنين الترانسفورميشن بتاع ال 1 0 1 اللي هو عباره عن ايه؟ عن 1 1 و0. خلاص هحسب دي، يبقى انا كده جبت الترانسفورميشن بتاع الاي 1. يبقى الترانسفورميشن اوف الاي 1 هو عباره عن الحسبه دي تديني ايه؟ 2 ونص و1. بنفس الطريقه هجيب الترانسفورميشن بتاع الاي 2 اللي انا عارف ان هو عباره عن لينير كومبينيشنز برضو من الفيكتورز دول اللي هو 1 1 1 و0 نيجاتيف 1 و2 و1 و0 1. يعني انا هرجع تاني للشكل ده كده، او ان الاي 2 عبارة عن انا جبت الكي 1 والكي 2 والكي 3 هعوض بيهم هنا، وبعدين اخد ترانسفورميشن للمعادلة دي كلها كده على بعض، فهيديني الترانسفورميشن بتاع الاي 2 هو عبارة عن الترانسفورميشن للفيكتور اللي هو 1 1 1 زائد او نيجاتيف الترانسفورميشن بتاع 1 و0 و1. الشكل ده كده يديني على طول ايه؟ هحسبه يديني 1 ونيجاتيف 1 نيجاتيف 1. وبنفس الطريقة برضو هجيب الترانسميشن بتاع الاي 3، برضو هرجع للإيكويشن اللي هنا اللي كانت هنا دي اهي الاي 3. انا عندي الدي 1 وعندي الدي 2 وعندي الدي 3، خلاص يبقى انا اعرف اكتب الاي 3 كلينير كومباينيشنز من التلاتة فيكتورز دول.
وبعدين هاخد ترانسفورميشن للإكويشن كلها على بعض، هيديني الترانسفورميشن بتاع ال E3 هو عبارة عن 5 ونيجاتيف نص وزيرو. خلاص بقى عندي الترانسفورميشن بتاع ال E1 والترانسفورميشن بتاع ال E2 والترانسفورميشن بتاع ال E3. يبقى الماتريكس A اللي هي عبارة عن ترانسفورميشن ال E1 ترانسفورميشن ال E2 وترانسفورميشن ال E3 كده اهو. بقت الماتريكس A هي عبارة عن ايه؟ 2 نص و1 و1 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 و5 نيجاتيف هاف و0. يبقى ده كده ايه الماتريكس كتبتها على صورة ايه. يبقى دي كده اللي عبارة عن الماتريكس اوف الترانسفورميشن. طيب هو كان ايه مطلوب اصلا في السؤال؟ هو كان مطلوب عايز الترانسفورميشن بتاع الماتريكس ده الفيكتور ده كده. فانا دلوقتي خلاص جبت الترانسفورميشن ماتريكس. يبقى انا لو انا عايز اجيب الترانسفورميشن بتاع اي فيكتور، هيبقى عبارة عن الترانسفورميشن بتاع الفيكتور اللي هو 2 1 و0 هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن الايه في الفيكتور ده اللي هو عبارة عن 2 1 و0. يبقى هو عبارة عن الماتريكس اللي هي 2 نص 1 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 اهي الماتريكس ايه اهي، هضربها في الفيكتور اللي هو 2 1 و0. هضرب الاتنين دول ضرب ماتريكسيز عادي هيديني 5 0 و1 ماتريكس 5 0 1. يبقى الايمج بتاعت الفيكتور اللي هو 2 1 و0 يعني under transformation t هو عبارة عن 5 و0 1. هتلاقي ان هي دي نفس الريزلت اللي جبناها من الطريقة الاولانية اللي حلينا بيها، اللي هي ايه جبنا الفيكتور ده linear combination من ال 3 vectors اللي هما given في ال في المسألة. طيب بس هو ممكن يقيدني في الامتحان ويقول لي، او يقيدني في السؤال ويقول لي الاول هات ال transformation matrix، بعد كده استخدمها في ان انت تجيب الايمج بتاعت ايه اي الفيكتور اللي عندك.